السلام عليكم. موضوعنا هذا يوم الطلاب راح يكون عن الافعال السببيه causative verbs. ال causative verbs الافعال السببيه هن ثلاث افعال had و got و made. had got made ليش سموها افعال سببيه؟ لان تسبب حدث معين، يعني اكو شخص او شيء اخر هو اللي يسبب الحدث. هنا الفاعل راح يكون ما موجود، يعني يعتبر مجهول. خلينا نشوف لكم فرق بين جملتين. يعني اذا اقول I cleaned my car، يعني انا نظفت سيارتي، انا الفاعل موجود نظفت السيارة. بس اذا وديت مثلا الجراج غسل، يعني غسل السيارات، العمال منظفون هم راح ينظفون السيارة، يعني دفعت لهم اجر يعني حتى ينظفوا السيارة. فراح اقول I had my car cleaned. I had my car cleaned، يعني نظفوا السيارة او نظفت السيارة، بس مو اني، اكو شخص عامل اخر هو اللي نظف السياره. إذن اكو شخص او شيء هو راح يسبب الحدث، فتسمى افعال سببيه. مثل ما قلنا هنا الفاعل لازم ينحذف ما ينذكر. طلاب خلني نبلش بوحده وحده، انه شلون نستخدم الهات والجات والميد بالقاعده وشلون نصيغ الجمله. نجي على الفعل الهاد. عندما تحدث عن شخص حصل له شيء، يعني السرق او قدم ولا خدمه، اللي هو يعتبر مفعول به، يعني وقع عليه الحدث، يعني الشخص اللي هو اللي قال الحدث وقع عليه، راح نستخدم فعل هاد. يعني شلون نطبق هاد بالجمله؟ مثل ما قلنا انا مثلا رحت الحلاق، الحلاق راح يزين شعري، يحلق لي، يعني ما يحتاج اذكر اسم الحلاق. اقول I had my hair cut، يعني زينت او قصه شعري، بس ما يحتاج اذكر اسم الحلاق. نفس الحال هنا ينطبق، الحلاق هو الفاعل وانا المفعول به، يعني المفعول به يعني انا وقع لي الحدث، فهنا راح اذكر اسمي بدايه انا، والحلاق ما راح اذكره هنا. فهذا الاوبجكت اللي هنا نسميه مفعول به راح نجيبه بدايه الجمله. هذا اكثر شيء راح تلقوه قبل كلمه asked. راح نلقاه اكثر شيء وين؟ قبل كلمة asked، يعني طلب من شخص أن يقدم له خدمة. ترى لازم نخليه بالبداية، اللي هو قلنا الشخص اللي صار عليه الحدث، وقع عليه الحدث، اللي يسموه object مفعول به بالبداية. وقلنا أغلب شيء نلقاه قبل ask. ليش أطبق عادة هاد؟ الهاد أطبقها من ألقى صفة تملك بالجملة مع السؤال. من تقول صفات التملك وياها اسم، أطبق عادة هاد، يعني my, his, her, their, our. كاتب هاني لكم صفات تملك، يعني الآي هي التملك مالتها my صفة، اللي هي التملك his، الشي التملك مالتها her، they التملك مالتها صفة their، والwe our. فأنا أريد بالmy والhis والher والther والour، إذا موجودة بالجملة أطبق عادة هاد. طبعا من تكتبوا صفات تملك لازم تجيبوا الاسم وياها، يعني اللي بعدها ماي كار، هز بوك، الى اخره. هنا راح القى فعل احوله الى تصريف ثالث، القى ماضي او مضارع لازم احوله باس بارتيسيبل التصريف الثالث. اذا قاعده المفعول به اللي اغلب شيء القاه قبل كلمه اسك، اخلي بالبدايه الشخص اللي وقع عليه الحدث، يعني استخدم هات ما استخدمها الا كصفة تملك مثل ما ذكرتها لكم، هي والاسم اخليها، بعدين راح اجيب الفعل احوله تصريف ثالث. اكو قاعدة عامة طلاب، انه ask اللي هو طلبه، يعني طلب من شخص، ال ask او someone to او somebody to شخص، يعني او الاسم، اكو ask مثلا the hairdresser الحلاق، ask احمد اللي هو هذا الشخص الفاعل، هو راح يسوي لي الشغله، يقدم لي خدمه، هذا كله لازم ينحذف ما ينزل بالجمله. فقلنا ask تحذف، وهاي someone to somebody to، والفاعل اللي سوى الشغله قدم لي خدمه او عمل معين ما اذكره، مثل ما قلنا يعني يعتبر passive مجهول يسموه. خلينا نشوف الامثله اللي شلون نطبق عليها الحل جمل. Example: I asked somebody to cut my hair.
طلبت من شخص يقص شعري. قلتنا احنا الاسك تحذف، somebody to تحذف. زين احنا قلنا الشخص اللي وقع الحدث وقع عليه، دائما القى قبل كلمه ask غالبا، فموجود اي ينزل بالجمله. اتوقف اشوف موجود وراء الحذف، وراء somebody to اكو تملك، لقيت ماي تملك، اقول هاي قاعده هاد تطبق فاستخدم هاد، لان لقيت صفه تملك بالجمله. احنا الهاد راح يستخدمها، قلنا صفه تملك والاسم، راح اكتب ماي هير. بقى الفعل كات اللي هو جاء بعد تو اللي هو مصدر هنا مجرد، يعتبر الكات شات كات كات كات، فيبقى كما هو I had my hair cut. يعني بالعام احنا نقول حلق الشعر، زينت يعني الحلق، ما ذكرت اسمه منه. يعني لو قال I ask أحمد، يعني هو الحلاق أحمد، to cut my hair، نفس الحال هم أحذف كلمة أحمد الفاعل. فقلنا الask والشخص الموجود somebody أو اسم شخص يحذف، وطبقت قاعدة هاد لين عندي صفة تملك. القبل ask نزل، بعدين أشيك إنه عندي تملك صفة، استخدم هاد، الهاد يجيب اجيب الصفه مال الموجوده قلنا، والاسم بعدها، والفعل يكون تصريف ثالث. خلينا نشوف مثال ثاني. هي اسك سمبادي تو رايت هيز ريبورت. هي اسك سمبادي، شوفوا طلاب جربوا انتوا تقدرون تحلوا. اذا احذف شنو قلنا؟ اسك، واحذف شنو؟ سمبادي تو، هنا الواي ما موجوده، سمبادي قلنا تو تحذف، و write his report تكملة الجملة. خلا أشوف قلنا قبل ask ينزل، ينزل هذا الشخص اللي وقع عليه الحدث، يعني معتبر مفعول به هنا هي. زين أشوف عدي تملك، لقيت الهز فأكتب له هاد، الهاد الصفة والاسم اللي بعدها أكتب له his report يعني تقرير. بقى الفعل من هو write يصرف، written تصريف الثالث، past participle خصت الجملة. اوكي، فحذفت الاك somebody وجبت هذا الشخص اللي وقع الحدث اللي هو الهي هاد، والتملك والاسم، وصرفت الفعل. كان شوف اكو ملاحظة طلاب، احيانا اسم الشخص اللي وقع الحدث ما القاه بالجملة، او الفاعل الموجود لازم احذفه، يعني الشخص اللي سوى الشغلة لازم احذفه، ودائما تلقى بسمبل جملة غالبا تلقى بسمبدي أو الفاعل موجود اللي راح يسوي الشغلة. يعني خلينا نشوف هذا المثال، somebody stole their TV. إحنا قلنا دائما somebody أحذفها، حذف somebody. زين stole فعل، زين شو تبدأ الجملة؟ لازم أجيب شخص اللي وقع عليه الحدث، ده يقول there، يعني شخص سرق تلفزيون مالتهم، تلفزيون يعني مختصرة هنا على المكان. there يعني سرقت، انسرق تلفزيونهم، هم من هو جمع، راح استخرج الشخص اللي وقع على الحدث من صفة التملك تستخرجوها، لأن أنا من حذفت somebody بعد ما عندي فاعل، يعني شخص وقع على الحدث عفوا مفعول به ما موجود هذا، من استخرجه من صفة التملك. أنا يعني كاتب هنا بشرح، يعني الماي أصلها I، الهز أصلها هي، الهير أصله شيء، الذير أصله ذي كفاعل يعني، والأور بالفاعل هو الوي. فأجي أباوع لقيت الذير لازم حافظيها، الذير أصله ذي الفاعل ما تضمير ذي. أوكي زين، هو أصله أكو تملك، فراح استخدم شنو؟ هاد، الهاد قلنا يجي وراء الاسم الصفة والاسم ذير تي في، وبقى الفعل ستول يصرف إلى تصريف ثالث، فأحوله ستول لن، تصريف الثالث مالته stolen، فصارت جملة كاملة. قلنا إذا الشخص الحذف الفاعل، فراح استخرج الشخص اللي وقع على الحدث لازم استخرجه من صفة التملك. أوكي طلاب، موجود أمامكم. كان شوف مثال ثاني، هذا جمل وزاري، وزارة هاي جملة جاية. فوتوغرافر مصور took her picture، التقط صورتها. المصور احنا قلنا بهالموضوع الفاعل لازم احذفه، الفاعل يعني هو الشخص اللي سوى الشغل لازم احذفه، فالمصورين حذف باعتبار هو الشخص الفاعل. زين ما نجي بعد الشخص اللي وقع على الحدث، استخرجه قلنا من صفة التملك، فالهير مؤنث اصلها فاعل،
بالضمير تتحول شي. زين عندي تملك يعني هاد، بعدين قلنا الصفة والاسم هير بيكتشر، وقد تكشف تصير تصرف ثالث تيكن. اوكي تيكن. لا تنسوا طلاب هاي ملاحظة مهمة، إذا موجود الشخص اللي سوى الشغلة يعني هو قام بالحدث بالبداية، تقول لو somebody to لو somebody، تقول لو شخص موجود هو الفاعل بالبداية، من أحذفه أروح على صفة التملك موجودة هاي، أستخرج الفاعل من عندها وأكمل الجملة مثل ما شفتوا بالأمثلة. هاي بالنسبة قاعدة هاد واضحة، يعني هاد بلقى صفة التملك أطبق قاعدة هاد. هسه يجي على النوع الثاني هو القات. القات يعني اكو شخص هاي راح يقدم له خدمه، اكو مدرسين يعني الاكثريه يشبه الهاد ويا القات، نفس القاعده هي تقريبا، بس انا افضل انهم يشوفوا صفات تملك اطبق قاعده هاد. القات هم اكو شخص قدمت له خدمه، يعني قدموا له اكو شخص اخر راح يقدم خدمه الشخص. فهنا عندما اتحدث عن شخص قدمت له خدمه اللي هو اوبجكت يعني وقع عليه الحدث، نستخدم فعل قات. القاعدة هم راح أجيب هذا الشخص الأوبجكت اللي وقع عليه الحدث، يعني قدموا له عمل معين، راح أخلي بالبداية نفس الحال، هم راح ألقى على الأغلب نلقاه قبل كلمة asked، على الأغلب تلقوه قبل كلمة asked. راح أستخدم got حصل، يعني شخص حصل على خدمة على عمل معين قدموا له إياه، فالقات هي قلنا حصل. راح استخدم القات، راح يجي وراها لازم اسم جماد، اسم جماد يعني مثلا ذا كار ذا ويندو ذا دور. فهنا اكو شيء مميز انه من القى اسم جماد اخليه بعد قات، وراح القى فعل من الماضي او مضارع لازم احول شنو تصريف ثالث. يعني هسه اذا ما القى صفه تملك بالجمله استخدم قاعده قات، المفعول به الشخص اللي وقع على حدث البدايه قبل اسك احتمال القى، وإذا لقيت ما لقيت صفة تملك راح استخدم got. got رأسا يجيب وراء اسم جماد the window the car إلى آخره، بعد راح ألقى الفعل أحوله تصريف ثالث. طبعا من نطبق الأمثلة الموضوع يكون أكثر وضوح. yesterday my father example، yesterday my father asked Ali to clean the car. طلاب اللي قبل ask كله ينزل، اللي قبل ask هذا يعتبر الشخص اللي وقع على الحدث المفعول به، هذا كله راح ينزل. yesterday تكتب كل الجملة yesterday my father، اللي قبل ask ما تتغير نفسها تنزل. زين قلنا احذف ask واللي بعد ask الشخص الفاعل يعني طلبت من علي يحذف، يعني هو الفاعل to يحذف، طلبت من علي ان ينظف السياره، فنزلت يسترداي ماي فادر. راح اشيك بعد الحذف اكو تملك كلين ذا كار، ينظف السياره ما عندي تملك. زين راح استخدم يا قاعده جات، فالجات اذن راح اجيب وراها اسم جماد اللي هو من هو ذا كار، بعدين بقى الفعل كلين قياسي اضيف له ايدي كليند قياسي فضفت له ايدي. اكو شيء بالقات انه دائما راح تلقى نهايه الجمله يعني على الاغلب فعل رئيسي وراء اسم جماد، يعني من احل اقدم الاسم على الفعل اللي راح احوله تصريف ثالث. فكلين ذا كار صار ذا كار كليند، يعني نظفت السياره. yesterday my father got the car clean، نظفت السيارة إلى والدي، يعني هو حصل خدمة نظفوا السيارة، يعني شلون قوة داخل الغسل باعتبار منظفون هم العاملون هم اللي نظفوا السيارة، فحذف. أو هنا يقول طلب من علي، علي هو الفاعل ينظف للسيارة، فنحذف هنا قلنا دعم الفاعل أحذفه وهذا يكون الحل. خلينا نشوف مثال ثاني. My brother asked somebody to fix the computer. fix يصلح، فعل قياسي حاسوب، فالask تحذف، somebody to تحذف، اللي قبل ask ينزل my brother. اكو طلاب يقول لقيت my بالجملة صفة تملك ليش ما استخدم had؟ لا طلاب الصفات تملك اللي حكينا عليها تيجي بعد الحذف ورا كلمة ask و somebody to مو بالبداية، هذا اللي قبل ask ما الشغل بي ينزل، ما اعتبره يعني اطبق عليه قاعدة معينة.
فهذا ما ينزل يعتبر هو الشخص اللي وقع على الحدث. My brother راح استخدم got لأنه ما عندي صفة تملك بعد الحذف. فعندي the computer هو الجماد الاسم the computer، وبقى الفعل fix قياسي وصلح fixed صلح الحاسوب لا إلى أخي، يعني ما ذكر المصلح. أوكي الفاعل كان دائما يحذف. هاي قاعدة got إذا تميزت هناك، إذا عندي صفة تملك هاد، إذا ما عندي صفة تملك وألقى اسم جماد وفعل كذا أستخدم قاعدة got. أوكي طلاب بقت الحالة الأخيرة اللي هي راح نستخدم made. made معناها جعل، يعني اكو شيء مسبب الحدث راح ألقاه بالجملة حتى يكون جملة ثانية. عندما يكون هناك شيء مسبب الحدث نستخدم الفعل made. يعني شلون مسبب الحدث؟ مثل أقول أنا بقيت في المنزل بسبب الأمطار because of the rain. إذن المطر هو خلاني أبقى بالمنزل. هنا إذا أقدم المسبب الحدث راح أخلي بالبداية أقول الأمطار the rain جعلتني made، يعني هنا أبقى في المنزل stay at home. الأمطار جعلتني أبقى، يعني أقدم مسبب الحدث ونخلي بالبداية. خلينا نشوف شلون أستخدم قاعدة made. راح أجيب مسبب الحدث اللي هو غالبا ما نجده بعد because of أو نبات بس because. فإذا ألقى because موجودة يعني هاي قاعدة made، فاللي بعد because وين يصير؟ بالبداية المسبب الحدث. راح أستخدم made قلنا معناها جعل. هنا الميد هم راح يجي وراء مفعول به object، بس هالمرة المفعول به راح يكون أما اسم أو ضمير، ضمير مفعول به، أما اسم مفعول به أو ضمير مفعول به. بعدين هنا الفعل راح تلقوه ماضي بالسؤال، راح أرجع مصدر مجرد، لازم يكون مضارع مجرد. الميد به ميزة اختلفت عن هذا القط إنه الفعل لازم يحوله مصدر مجرد. أعيد القاعدة، راح تلقون because بالجملة، بعد because المسبب أخلي بالبداية مال الجواب، بعدين أستخدم made تحذف because ما تنزل، أستخدم made وراء ما أستخدم made راح أجيب الشخص اللي وقع الحدث إذا اسم ينزل كما هو، وإذا ضمير فاعل أحول إلى ضمير مفعول به. هسه نأخذ أمثلة تشوفون، بعدين أروح على الفعل الماضي موجود بالسؤال وراء الفاعل أرجع مضارع مجرد. خلينا نشوف طلاب القاعدة شلون نطبقها بالجمل، راح يصير أسهل. The leaves أوراق الشجر fell سقطت ماضي because of the wind بسبب الرياح. إذا منو مسبب الحدث؟ The wind، يعني منو خلى الأوراق توقع؟ الرياح. فراح استخدم أكتب the wind بالبداية، the wind هو هذا المسبب الحدث، فال because تحذف. راح استخدم made باعتبار قلنا عندنا because of. انتبهوا طلاب من تكتبون ميد قاعدة بسيطة، تروحون على بداية السؤال جملة، إذا كان اسم نزل نفسه بدون تغيير، اسم the leaves اسم مضمير فاكتب the leaves. أوكي طلاب من تكتبون ميد ترجعون بداية الجملة مع السؤال، إذا اسم نفسه ينزل بالجواب ما يتغير يبقى كما هو. زين ورا الاسم راح تقول فعل بالماضي فو ماضي، لازم ارجع مصدر مجرد اللي هو يصير فول. اوكي ماضي يرجع مصدر مجرد. ذا ويند الرياح جعلت الاوراق تتساقط. اوكي لا خلينا نشوف مثال ثاني. هي لوكت اوت سايد بيكوز هي هيرد ا نويز، نظر الى الخارج لانه سمع ضوضاء. طلاب انتبهوا اكو بيكوز واكو بيكوز اوف. Because of قلنا يجي وراها اسم نفسه ينزل بالجملة، بس إذا أعطاني because ما تلقى ضمير مثل هي شي، هذا يحذف بالجواب ما ينزل. بعدين ورا الضمير احتمال تلقى فعل، ما أحتاج الفعل أنا أخلي بالبداية جملة ما يصير. أجي بس الاسم المسبب الحدث يقول هو نظر للخارج بأنه سمع ضوضاء صوت عالي، إذا الصوت العالي هو مسبب الحدث، فالـ a noise الـ a دائما يصير the بالبداية جملة، صير the تعريفية the noise الضوضاء the noise. زين أنا أكتب the noise راح أكتب بعدها شنو made جعل. من كتبته made أرجع بداية الجملة
قلنا إذا اسم ينزل كما هو بالجواب يبقى ما يتغير، بس إذا أعطاني ضمير فاعل لازم أحوله إلى ضمير مفعول به، لأن ما يجي وراء مفعول به. ضمائر مفعول به كاتبها أنا، يعني الآي تتحول مي، الشي تتحول هير، الذي تتحول ذن، الهي هم، الوي صير أس، والإت كابيتال بس صير سمول إت، واليو إذا أعطاني هم تبقى يو ما تتغير يو. فطلاب هاي ضمائر مفعول به تحويلات. كتبت ميد ارجع ابدأ الجملة، عندي هالمرة ضمير مو اسم الا لازم احوله الى مفعول به، فالهي حسب التغيير مفعول به يصير هم. اوكي كتبت الهم، بعد لازم فعل حوله بالمضارع، عندي لوكت ماضي قلنا لازم ارجع مضارع فاحذف الاي دي ويبقى لوك، واكمل الجملة لحد كلمة بيكوز واتوقف لوك او سعيد، لحد بيكوز واتوقف. هي ذا نويز الصوت العالي ضوضاء جعلته ينظر الى الخارج. اوكي مسبب الحدث. اكو ملاحظه اخيره، اذا تلقوا بالجمله told وتو، told to اخبر، هاي هم اطبق عليها قاعده بيكوز. هاي قاعده كلش بسيطه، بس تحفون told وتو وتجيبون تقلون ميد ونفس الجمله تنزل ما تتغير. مثلا ماي ماذا اكتب له ماي ماذا، وصلت للتولد اكتب ميد ميد. اكو بين التولد بين التو تلقون ضمير او اسم، هذا ما يتغير نفسه ينزل بعد ميد مي نعم موجوده ما يتغير، مي او هي او هم او هير او اسم شخص ينزل كما هو بعد ميد. التو تحذف واكمل جمله تون اعتبارها مصدر مجرد، تون داون ذا ميوزك واكمل الجمله نفسها تنزل، بس اكتب مصدر مجرد البقيه تنزل. فلا تنسون متى تقول told to احذفها اكتب فقط made، والبين told ورا told اكو ضمير او اسم اخلي بعد made. فهاي الشغلتين يعني because والbecause of told لا موجود يعني قاعده made. وهاي ضمائر امامكم قلنا التحويلات حتى تفيدني بقاعده made، I me she her with they them will he him will we us will it capital هنا صير small. طلاب ان شاء الله هذا يكون واضح امامكم، الثلاث افعال انه الهات القى صفه تملك، والقات القى اسم جماد يعني ما اكو تملك الجمله طبق قاعده قات، والميد اكو بيكوز وراح تلقون التول تو. حاولوا تميزوا بنات نوبات ملاحظات للطلاب، اقول في حاله انه نجي صفه تملك في الجمله فنطبق قاعده هات اذا لقينا صفه تملك، في حاله انه نجد because of or told to نطبق قاعدة made، وإذا لم نجد because ولا told ولا صفة تملك نطبق قاعدة got قاعدة. فطلاب لا تنسون، ودائما نحذف ask somebody to أو ask فلان شخص، هاي تحذف somebody إلى آخره تحذف، وإن شاء الله هذا يكون الشرح أمامكم واضح ويستفاد كل الطلاب من عده. التمارين موجوده بكتاب الاكتيفيتي، وان شاء الله انتظرونا في فيديو جديد. مع السلامه.